صباح الخير. النهاردة احنا هنروح افخم فندق اتعمل في العاصمة الادارية. هتشوفوا معايا الجمال وهتشوفوا معايا الفخامة. يلا بينا نروح سان ريجيس الماسا العاصمة الادارية. هنشوف كل التفاصيل اللي في الفندق عشان اللي حابب ياخد فكرة، حابب يخرج، حد عايز يقضي يوم هناك. اول ما تدخلوا من المدخل بعد السيكوريتي هتلاقوا مدخل كبير قوي فخم، هتلاقوا الماسة دي في وشكوا، الماسة الكبيرة قوي دي. هتلاقوا مدخلين، مدخل ناحية الشمال ومدخل ناحية اليمين. مدخل ناحية الشمال يوديكوا عند الاوتيل واللوبي، هتلاقوه بسلم فخم قوي وهيطلعكوا عند اللوبي والغرف وكل الحاجات دي والمطعم الرئيسي بتاع الفندق. وهنلاقي الناحية اليمين اللي هي يمينكم اول ما تدخلوا من المدخل هتلاقوا بقى حمامات السباحة وحاجات كتير قوي هنشوفها مع بعض دلوقتي. من بولز وكمان في بحيرة حلوة قوي كبيرة جدا. هما دلوقتي بينظفوا سوينج بول زي ما انتم شايفين كده، وكل بقى الجناين والمنطقة الحلوة دي، وده البار اللي هو داخل سوينج بول. زي ما انتم شايفين المساحات كبيرة جدا جدا جدا. احنا ماشيين سيبنا منطقة سوينج بولز والبحيرة ورايحين نشوف في ايه بعد كده. دي البحيرة اللي انا قلتلكوا عليها. شايفين المكان ضخم جدا وفخم كمان في نفس الوقت. دي كلها اباكن تقدروا تمشوا فيها، ودي منطقة العاب الاطفال كبيرة جدا وحلوة قوي. دي بقى منطقة السينما. الفندق ده فيه سينما، نعم فيه سينما وشغالة. والمحلات دي هو فيه مولز بس المحلات مش شغالة والمول لسه ما اشتغلش، بس السينما شغالة وفي مطعم شغال هنا هتشوفوه دلوقتي المطعم ده، بس كل المحلات اللي انتوا شايفينها في المولز مش شغاله لسه هتشتغل بعدين. وراجعين تاني بالكلاب كار. بجد الماسة دي عجباني قوي. انا سالت قالولي الماسة دي جواها ريستورانت، جواها مطاعم، فطبعا شكلها يجنن بس احنا ما دخلناش. انا خدتكم جوله سريعه كده عشان تاخدوا فكره عن المكان وتشوفوا كل الحاجات اللي جواه. يا رب تكونوا انبسطتوا معايا في الجولة السريعة دي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموا قناتي، اعملوا لي فيديو لايك وسيبوا لي رايكم في التعليقات، واكتبوا لي ايه الاماكن اللي انتم حابين تشوفوها في مصر الفترة الجاية. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.
الناجح.